تحط زيرو، لأنك اوريدي عندك تمويل يغطي لك المصاريف، يعني ما تحسبه كمان تاني للاتحاد الأوروبي. يعني تمويل يغطي دلوقتي الميزانية بتيجي من الحكومة. دي دلوقتي الكهرباء المية مدفوعة من الحكومة. لا أنت أعطيتني مثال إنه عندكم وحدات بحث. Under other programs they finance local electricity. شوف نخليوها بسيطة. إذا الوحدة اللي راح تشتغل عليها المكتب والإلكتريسيتي والإنترنت اللي بتشتغل فيهم are covered by حكومتك، عمر هالجدول، ارجع لميزانية 2018 مع المسؤول المالي للوحدة البحث وعمر هالجدول. اوكي، اذا انت الوحده بتشتغل عليها في برنامج اخر مع امريكا مثلا في مده المشروع مولت لك اولريدي اللوكال والانترنت والاكويبمنت و و و بوت زيرو، هي اولريدي مغطيه هيك جهه اخرى. اوكي، عشان ما تندفع مرتين. اوكي، دائما تذكروا هي هيبه وبيشارك فيها للمواطن الاوروبي. يعني دائما الاتحاد الاوروبي يحرص على انه هالمساعدة اللي تجي من المواطن الاوروبي تروح لمحلها، يعني ما تروح تغطي شيء مغطي اوريدي. اوكي، يعني هي مش قرض، هي هبة. اوكي، سو ترجعوا الميزانية 2018 وتعمروا هالدوكيمنت. امال ايه نوت ريكويست؟ not requested. لا، دي في الاوبريتنج جرانت مش مطلوبه، يعني just put yes يا نو، يا عندك يا ما عندكش. واذا عندك بتحط المصاريف هذول صفر. يعني مثلا البارتنر وار هو ان جي او اوريدي عنده تمويل يغطي له اللوكال والمصاريف للالكتريسيتي، بيطلع له صفر في الاخر. اوكي، ممكن ما عندوش يحط نو اي دونت هاف اوبريتنج سب جرانت وبيحط مصاريف. اوكي، اللي عنده بيحط يس وما يحط مصاريف. اوكي، يطلع لكم في الاخر التوتال، في التوتال للليد ابليكانت والتوتال لكل بارتنر وبعدين التوتال للكل يجمعهم. تنزلي شويه ديانا بليز. هنا بتكتبوا انتم اوريدي اشتغلتوا على البادجت بتاع المشروع، كملتوه تمام، بتنقلوا البادجت اللي تحصلتوا عليه 3.2 مليون اورو، 3.5، 3.6، بتنقلوه هنا وهو بيحتسب اوتوماتيكي وبيظبط لك البرسنتيج ماكسيمم 7%. يعني اذا انت مصاريفك هنا التوتال يمثل اكثر من 7% من هذا التوتال من البروجكت بادجت اكسكلودنج انفراستراكشر، دونت فورجيت. يعني الانفراستراكشر الاماونت تاعها كبير، بتطرحوه اذا هالمبلغ التوتال اقل من 7% بيعطيك البرسنتيج هالمبلغ كان بيمثل من جملة ميزانية المشروع اكسكلودنج انفراستراكشر. اذا هذا ظهر اكثر هو بيضبط لك 7%. اوريكم اكزامبل، طلعت لك اكثر ولا اقل استاذ؟ لا اكثر، اكثر يضبط لك لل 7%. اوكي، حضرتك شفت هنا الانفراستراكشر ولا ما كانش فيه؟ لا ما فيش، هو المركز مش حاطط انفراستراكشر، هو المركز شو؟ ما عندوش انفراستراكشر كوست. لا احنا هو كاتبها مقسموها على حسب الانترست قد ايه، كم عملوها نسب والاخر حولوها المبلغ من المبلغ التوتال اللي هو بتاع اللي هو بطلب 5 مليون. انت يعني في المشروع ما عندك انفراستراكشر، مش حتبني شيء بايلوت ولا ده؟ ما هو في مشروع واحد فيهم ما فيش، واحد فيه اللي فيه انفراستراكشر. طرحت مبلغ الانفراستراكشر من التوتال دايركت كوست؟ لا ما طرحتوش. لازم تطرحه قاعده موضحه اكسكلودد. التوتال دايركت كوست تطرح منه الانفراستراكشر ويحسب لك عليها الماكسيموم 7%. هو عندك حاجه في الاكسل شيت بتاع الانفراستراكشر ولا هو في خانه في الاكسل شيت بتطرح الانفراستراكشر ولا هو لازم يعمل المعادله؟ ما فيش، اصل ما اتذكر ما فيش. بس انا فهمت انفراستراكشر دي ما بحسبش انفراستراكشر بتاعت الانستيتيوت نفسها. لا 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 مش انفراستراكشر اللي هو المشروع. ارجعوا للنوت اون اليجيبل كوست وارجعوا للنوت اللي بتفسر كيف ما تعمروا هالاكسل فايل.
انتم في الاكسل فايل وفي جايد معه يفسر لكم كيف بتعمروا بيوضح. بدكم اوريكم ولا ما نعرفش اذا كان دخلتوا لوثائق البرنامج؟ شفت الجايد معايا الجايد يفسر لك كيف بتطرح الانفراستراكشر في فلاش وبيفسر يعني. اوكي اوريكم اكزامبل. هذا مثلا مثال انا يعني حاولت احط الليد ابليكانت والبارتنرز المصاريف من ميزانية 2018. هو طلع لي مسج بينبهني انه انا فضت 7%، فهو ضبطها لي 7%. انا مدام بليز انا الدايركت كوست من غير انفراستراكشن 3.2 مليون. اوكي اذا بعمل 604 928 هذا على 3.2 يطلع لي اكثر من 7%. هو ضبط هذه 7% اوتوماتيك. اوكي واذا بتكون اقل بيعطيكم البرسنتاج اللي تحصلتوا عليه. اذا هي بتمثل 5% يعطيك هنا 5%. اوكي البرسنتاج اللي تحصلتوا عليه هنا بتروحوا في الاي ابلكيشن فورم بادجت بارت 2 بتحطوه هنا يو سيلكت البرسنتاج اللي احتسبتوه في الاكسل فايل جاست سيلكتد في الحاله اللي انا اشتغلت عليها 7%. الاكسل فايل بقى الخانه بتاعه 3 مليون دي مش انكويشن جيفن اوريدي كالكوليت. انا اللي بحط الرقم بعد الطرح ال 3.2. انت اوريدي اشتغلتي على البادجت بتاع البرنامج بتطرحي الانفراستراكشر اذا عندك وبتكتبيها. انا بس كان سؤالي ان هل هي لينكت بجدول ثاني للبوست ولا لا لا نوت لينك هنا لا هي كده لا بتنزل لا مكتوبه تاخذها من البادجت اللي اشتغلت عليه بجوز على حسب ما نوت لينك. لا لا ممكن يكون في تحسين للبلاتفورم هي اوريدي حسنوها على المره الاولى. ممكن نشوف كيف يعني تكون لينكد واوتوماتيكي تطرح انفراستراكشر عشان يعني ما يصير في خطا. حسب هيك نوت لينك هو الشكل ده انها نوت لينك. لا نوت لينك نوت لينك. اوكي سو بتاخذوا هالبرسنتج وتستعملوه في البادجت بارت 2 direct cost and you select the percentage. اوكي هاي القاعدة الأولى في البادجت بارت 2. القاعدة الثانية هي 10% وحكينا عليها كتير وإن شاء الله ما تعاود تفتح نقاشات من جديد. اوكي أنت المينيموم تساهمه ب 10%. في مؤسسات بتساهم بأكثر they select more. في مؤسسات يعني يعطيكم الإمكانية للخمسين بالمية but the minimum 10%. اوكي دلوقتي لكل بارتنر راح توضحوا هال 10% على شكل ايه. human resource internal staff وضع على ذمه المشروع ولا اعانه من الحكومه ولا كاش يعني يدفعوا خاصه للبرايفت اوبريتور ولا عندك another founder راح يساهم معك في المشروع مثلا الكا دوبل في اي في البنك الالماني interested by environment interested by your project يعني يوافق انه يغطي لك 10%. اوكي so you choose the partner اول واحد الابليكنت ويفسر منين راح يجيب 10%. هيحط human research شفتوها الليست ما تعطيكمش امكانيات اخرى contribution from Mediterranean partner country contribution from EU member state oops, sorry contribution from other organization human resource or own funds. اوكي هاي الامكانيات اللي ممكن تختاروها. هو الاي في ده يعني الاي في كان في الاي في يعني ده كان موجوده
كان موجود قبل كده ايه في ما فهمتكش مدام شو في ده دي منحه من البنك الالماني باين ولا ايه شو الاي في اسمها ايه في وانا موجوده هنا في لا مش هنا لا مدام بتحكي على شيء ما بعرفه يعني انت بتوضح ولا ما عارفه لسه قايله ان ممكن البنك الالماني بقى ايه بحكي لك مثال 10% it could be covered by another يعني ممول اللي هو اسمه المختصر اي في وليك اوتي لا انا قلت قاعده other contribution from other organization اللي تحتيها انا اعطيت اسم مثال البنك الالماني نعرفه يشتغل في تونس مهتم بامور البيئه اي هو لا كادو بالفي اف كادو بالفي اف if you are interested بعدين if you want. Okay so an applicant انا عندي the applicant will contribute with human resource okay so هو كده مفيش الا human resource بس اللي هو من واخد بالي من كل الكاتيجوريز دي احنا دلوقتي بنتكلم على الكيس بتاعتنا هنا الحاله الوحيده اللي هي كونتريبيوشن هو الهيومن ريسورس yes. انا هو بسوي الديسكريبشن اوكي بتسوي الديسكريبشن يعني ذا انستتيوشن ولا ذا ابليكانت حيحط يضع على ذمه البرنامج 3 اور 4 ستاف لا لا يو جيف ا ديسكريبشن هيومن ريسورس then we work full time, half time, and you give a small description, okay? And you do the same thing for partner one, مثلا بيكون جمعية مثلا منظمة في عندها ممول آخر راح يغطي لها 10% بتحط other organization, okay? Partner three مثلا بيكون private ممكن يحط own funds. It depends on your legal state, يعني public, NGO, private. ومثلا الإيطاليين مثل ما ذكرت الحكومة بتغطي لهم 10%. So عشان كده حاطين إمكانية contribution from EU partner country, contribution from EU member states. Okay؟ لأنه في سؤال غبي أنا عارفة. لا مش غبي أبداً. كل الأسئلة ما في سؤال. ما في سؤال. لما الحكومة الإيطالية تحط لهم الفلوس هل كده بقى ياخدوهم إيشار؟ ما يعني قدس لابن احنا ما خصنا ابدا ما نعرف هذه امور داخلية بين الحكومة والمؤسسات اللي بتشارك اكيد هما منظمين يعني كيف بتصير العملية المفيد قواعد البرنامج احنا عنا وفرت 10% ما يهمنا منين وكيف بعدين بتغطوها انتو حكومتكم اوكي حقيقة أنا على مستوية ما بعرف بالنسبة للشركاء الإيطاليين تعرفها مرة صار نقاش بالموضوع مثلا وزارة الزراعة الإيطالية في لها بجت سنوية من ضمنها بنهاية السنة مثلا يضاف مثلا بجت بدل المشاريع تحطوا قيمة المبلغ وتحتسب كان البجت تبعت الوزارة هيك مرة حكوها بشكل عام ويعني ياخذوا بقى اتش ار يعني اللي اشتغلوا في المشروع يعني. ما حدا باخذ اي حد لا ايطالي ولا المصري ما حدا باخذ يعني ايش قاعده لكل بلد ما حدا باخذ من المشاريع مصاري ما دام ابن الستاف الاورجنايزيشن انت ما دام بيكون الجانب الايطالي مساهمته اكثر من 10% انت عندك امكانيه تروح الى 50% بيكون هو اذا بيشغل انترنال ستاف مساهمته بتطلع له حكومته بتاعتي العشرة وهو اوريدي الانترنال ستاف بيطلع له 10 15 طب يطلع يعني هم ممكن يطلبوا تمويل اكثر من 10 في الكو فاينانسمنت ممكن ايه في امكانيه شوفي هنا البرسنتيج ما دام يروح لل 50% اذا كان في اكتيفيتي ويعني ما بعرف مشروع ما بيغطيها او باريا برا او هيك اذا كان يعني يعملوا كومبلمنتاريتي بس بيكون الفاندنج من سورس ده بالنسبه لايطاليا واليونان حاله بلد انا جتني يعني كثير مشاريع يعني بيساهموا باكثر من 10% ديبانس انت وكبر المشروع وانت وامكانياتهم مشان يساهموا وعلى فكره حتى يعني حتى اذا فيكم فاينانسنج من سورس ثاني حتى لو المينستري مثلا إذا الدولة عم تغطي لها 10% يمكن هي بتخفف لها الميزانية تبعت الوزارة 10% عرفتي شو قصدي؟ فيمكن بالآخر يطلع البالانس هي ما يعني أمور داخلية مالية في المؤسسات ممكن تربح من هنا تنقص من هنا أوكي؟ سو هذه مسألة الكو فاينانس والمينيموم 10%
وبيطلع في الاخر يعني جدول بيبين كل بارتنر البادجت اللي عنده البرسنتاج اوف EU contribution. انا طلعوا نيجاتيف طبعا عملت مثال للتجربة اوكي وبيطلع السورس اوف فاندينج ديسكريبشن ويعني بيطلع الEU contribution والانترنال والكوفاينانسمنت كونتريبيوشن بيطلع جدول يلخص الكل ولكل بارتنر منين مصدر هال 10% كونتريبيوشن اوكي طب لو سمحتي هو ده بقى ال الجدول تشويز الجدول الاختيارات دي الاختيارات دي ابديت عن الكولز اللي فاتت ولا هي هي نفس الكولز اللي فاتت هي حتى في الكل فات 10% لما المبلغ عاد تغير يعني هو ما فيش اي وسيله اخرى لتغطيه المبلغ ده الا هيومن ريسورس هي تسلقها في الاختيارات الموجوده مع الاختيارات الموجوده انت الحاله اللي عندك هيومن ريسورس ما تغير احنا بنسال بقى عشان انا سالت المين ابليكا او البي اي او الكوردينيتور بتاع المشروع عندنا في المركز قال ان ال 10% دي غطاها من اجهزه في اي ان اي بروجكت في المشروع اللي هو الكود بتاع 2013 لا يا أستاذ شوف in kind contribution لا هو ممكن يكون غطاه ناجز على هو ك contribution من المركز اشترى أجهزة وغطاه ما في مشكلة هو own fund هنا يعني لما فسر السورس هو own fund أنا بختار هو own fund ومن ال own fund هو بقول لك أنا بالdescription راح أزودك بدي أشتري لك أجهزة كمبيوتر وأشتري لك أجهزة من البجت تبعت المؤسسة هو حد يعني سهل بأول فاوز لا هو ما سعى هو ما دفع مصاري كاف هو ساهم اشترى لهم الأجهزة اشترى أجهزة للبرنامج ممكن كأنه زاد كوفاينانس يمكن ما عنده بس انه بهذا القيمة بس ومرت خلصت بتاعت هو اشترى بعده على هيومن ريسورس احنا مش هنخلص لانه معظم الدول تبع يعني بالمؤسسات تعرف انه ما راح يقدروا يقدموا كاش ماني عشان هيك اعتبروا الهيومن ريسورسز مش معتبروا ان كان بالتالي سمحوا لهم يغطوا فيها هلا هو اذا اشترى اذا اشتروا 10 اجهزة كمبيوتر واعطوها للتكنيشنز والتيم الشغالين ويعتبر الكونتريبيوشن طبعا اوكي يعني هاي مساله الكو فاينانسمنت في ال 50% رول انتوا تعرفوا انه من قواعد البرنامج على الاقل 50% من توتال بروجكت بادجت بيكون ببلدان جنوب المتوسط اوكي والا الاكتيفيتيز ويتش ويل بي امبلمنتد في جنوب المتوسط اوكي يعني البادجت بيكون عند بلدان الشمال يشري لكم اكويبمنت مثلا موجود في ايطاليا ولا اسبانيا تو بي امبلمنتد في بلدان الجنوب اوكي ولما تشتغلوا على البادجت هاي البرسنتاج بيطلع اوتوماتيكي اوكي اروح دايما في البادجت وانتوا بتشتغلوا فيها السيركل يخليكم تتابعوا اذا فتوا ال 50% للشمال ولا لا اوكي هذا تو كنترول اف يو يو دونت ريسبكت ذا رول اوف 50% then you have the summary which gives you بعد ما عملتوا البادجت تاخذوا فكره عامه how it was distributed among partner per work package per cost category وهي مهمه للايفالويتر يعني يرجع للجدول التلخيصي ياخذ فكره تقريبا يعني البارتنرز they were actively involved في الاكتيفيتيز البادجت اللي عندهم it corresponds to their outputs to the results that they should achieve اذا كان البادجت نتاعه كله ماشي human resource وما فيش concrete activities يعني تعطيه فكره ليشوف ال participation of each partner it gives the source of funding for each one
the 50% rule. هنا في الاكزامبل مثلا 50.18 لبلدان جنوب المتوسط. So the rule is respected. That's all for direct and indirect costs. Okay, يعني تذكروا ان البادجت في part 1 and the work package في النقطة هذه. وفي part 2 اللي فيها ال indirect costs وال rule of 50% و 10% co-financement في جزئين في البادجت. Now we move to financial plan. Short presentation على financial plan هي مهمة جدا. وبعدين بنرجع نشوفها على الاي بلاتفورم. It seems that your project budget is well developed and justified. But have you thought about a financial plan? I'm sorry, what do you mean by that? We thought budget and financial plan was the same thing. On one hand, project budget is your estimation of income and expenditure. On the other hand, the financial plan is the cash flow of your project over the course of the implementation. You have to know when the funding is transferred from the program to the project and when your project spending is happening. I guess you would not like to run out of money in the middle of the project, right? We like our project to run smoothly. In terms of project budget, you will have expenditure for the project activities and you will have sources of funding. Program funding, your own contribution, maybe others. In terms of financial plan, you will have timeline of the payments for the project expenditure and incoming funding from the program. Now it is very important to check the payment scheme of the respective program to understand at what point in time the funds will be transferred from the program to the project. You will also have to submit the reports to the respective program. And there might be a gap between the submission of the report and the next payment to the project. Okay. شكله طلع بس ما قلت دقيقه.